هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حيا الله الشباب. حلقة ثلاثية. حلقة ثلاثية الأبعاد اليوم. فكرة حلقة اليوم أنه استلمت الكيا K5 وكانت في أسواقنا توصل بتسمية الأوبتيما، نسخة الفول أوبشن الجي تي لاين موديل 2021. حنعرف شو ميزات جي تي لاين كمان مع بعض، ولكن حبينا شو أنه ليش ما نعمل فيديو نجرب أي شيء بيخطر على بال أي واحد بيشتري السيارة، يعني حنجرب السيارة ونعيش فيها يوم كامل. طيب. طبعاً نحن ثلاث أصحاب مع بعض. أنا عندي شغلة. تفضل. شو رأيك نحط على حساب عرب جي تي؟ تمام. بول. تمام. بول هي ولا كوشن؟ كوشن. كوشن. اسأل أي شيء بيخطر. اسأل أي شيء بيخطر بالك للكي فايف. صحيح صحيح. خلاص يلا صور الصاي. السلام عليكم متابعين عرب جي تي، تحياتنا لكم. أنا والذيب. حيا الله. وعمور ورا. حالياً منصور حلقة للكيا K5. أي استفسار عندكم يا بخطر ببالكم اكتبوا لنا إياه، مش هرد عليه بالحلقة ونختبره أمامكم على الفيديو. أوكي. أي سؤال بخطر ببالك هيو هزلنا السؤال. أوكي. حالياً أنا أول شيء حنعمله نشغل مثبت السرعة. طبعاً في السيارة مثبت سرعة متفاعل مع رادار أمامي، فيك تحكم بالمسافة بينك وبين السيارات اللي أمامك، بالإضافة لوجود التحكم بالطارة وعجلة القيادة. فحنثبت، خلينا نمشي على سرعة 100 عشان ما يخلص الطريق بسرعة وما يطلع صوت تحذيرات 120. شوف التحكم. ففعلياً يعني السيارة بتسوق حالها بتساعدك. بالضبط. بس أنت مش تكبس النظام وتسيب الستيرنج. أنا حجرب. لا أنا بما إنه يوم تجربة كاملة شو حعمل؟ أنا شايفين مو ماسك للستيرنج، حشوف كم حتستغرق، يعني كم حتاخذ وقت وهي بتسوق حالة بحالة. لأن طول ما أنت عندك إشارة عجلة قيادة أو طارة باللون الأخضر يعني السيارة أو نظام شغال 100%. إذا راح الأخضر نظام مو شغال. طبعًا في عندي نظام المحافظ على السيارة داخل المسار أيضًا، أو بتحذرك إذا رحت سيارة المسار. الزر موجود بالخلف من خلال الحساسات والكاميرات الموجودة بالسيارة والرادار الأمامي. السيارة عم تعمل هذه المهمات. على فكرة أنتم معنا اليوم بكل إشي. إحنا حاليًا رايحين على الجيم تدريب. أنا فكرت حكيت جيب تياب الجيم، فكرت بعد تصوير عمره. لا راح قبل. نتمرن بعدين نكمل. نتدرب بعدين نكمل يوم عادي طبيعي. الجماعة معنا، الحبايب معنا. خلاص معانا انتوا اليوم. الى الان السيارة سايقة نفسها بنفسها يا جماعة الخير. يعني معظم السيارات اللي بتجي فيها هذه الفئات انا بعرف 30 ثانية 15 ثانية الى الان سيارة ماشية. انا جربتها بالايام السابقة بس اعتقد طول لانه السيارة يعني ما عم تتعب زيادة لانه ما في لفات قوية. طبعا انا عندي هيد اب ديسبلاي حجمه 8 انش. خلينا نتجاوز السيارة اللي امامنا. شوف سيارة السرعة 80 تاعتنا. اي لانه خلص السيارة اللي امامنا الشاحنة خفت. شوف طبعا بس اعطي اشارة نظام مقطع مياه كيف صار بسيارات كيا بشكل عام مثل الكاميرا. النظام فصل هلا. نظام فصل شايف ما في ضوء. تمام. حرجع بهالطريقة نشوف حيشتغل ولا لا. بس يعطيني اخضر. رجع. اول ما قرأ الخطوط وقرأ. بس وحس انه انت بتتدخل انه بس تجاوز. لا فكر انه كانت سيارة الحالة بتروح يمين يسار. الشاشة اللي امامي ديجيتال مقاس 12.3 انش في الكيا K5 الفول اوبشن جي تي لاين، وعندي ايضا الشاشة الاساسية مقاس 10.25 انش تقريبا اقل من 10.3. طبعا هذه الشاشة تعمل باللمس من خلال عندك هذا الهوم بيج. في عندك كثير اشياء مثل ما بتشوف. ورجيهم يا سعود تفضل. انت اول مرة تطلع بالسيارة قول لي سيارة تعملها ولا لا. يوزر بروفايل يعني تسوق السيارة، زوجتك، أخوك، بتحط لهم بروفايلات مشان سهل عليك ما تضل تغير. وحتى الأزرار الخارجية بسيطة هون، ماب، الخريطة، نافيجيشن، هاي الستاند. هذا أنت بتحط الشورت كات. أنا عامل الشورت كات هذا للهوم. أوكي. أنا اللي بحبه في سيارات كيا بشكل عام احترامهم للسوق العربي الإسلامي بشكل عام، فبضيفوا دائما نظام القبلة بالسيارة أنه بحدد لك وين القبلة. فإضافة جميلة صراحة واهتمام بالسوق العربي الإسلامي بشكل عام. موجود نظام الصوت المحطوط على سيارة من بوز. بوز عندك 12 سماعة بيجي على الفئة العليا أو الفئات العليا من كيا K5 2021. على فكرة المكيف نشوفه ممتاز، مناخ يمين مناخ يسار يعني. وطبعا عندك هذا صهيب يعمل باللمس. شوف ومكيف صراحة بارد، يعني أنا حاط مروحة واحد والحرارة 21. فتكييف السيارة الناس بسألنا شوف خلص فصل النظام keep hands on the steering wheel. بس هو بالنهاية راح تضل تعطيك التحذيرات انه انت السيارة انت بتسوقها مو autonomous driving. اتوقع جربناها قبل هالمرة بعد بصير الصوت اعلى بصير يعني زي بتعصب اكثر. بتعصب عليك السيارة. لا تعال السيارة. انا بعبيه الحين البنزين الخصوصي اللي هو 95 اوكتان. اوه ليدنج درايفنج اون لانه مثبت السرعه.
شفت قررت السياره الصف قدامنا المحطه. اي لانه السياره فيها خدمه السمارت كروز كنترول، لو توقفت للصفر ترجع تمشي. فمنكمل موضوع عن موضوع البنزين. هنا بعبي انا حاليا بنزين 95 فيها نص تانك، خزان وقود سعه 70 لتر. على فكره موضوع انه الجوده تاعت البترول 95% اوكتان عادي، لانه السياره ما عليها تيربو او شاحن. اي يعني هاي البنزينها 95. في ناس حتسالني فينا حط 91 عادي ما عندك مشاكل، بس انا حاليا متوفر 95. بالنسبه 98 عادي في السيارات اللي ما فيها تيربو، بالعكس حتكون الماكينه مرتاحه اكثر، ولكن ما عندك ما في داعي السيارة ما عليها شواحن أو مو سيارات أداء عالي، ما في داعي تحط البنزين 98. 95 كافي لهذه السيارة. أوكي عبينا تقريبا 32 لتر بقيمة 58 درهم إماراتي، حيطلع معكم كم بالدولار؟ وكانت سيارة نص، هلا صارت السيارة فول. أوه ما شاء الله فول السيارة. شو كم تمشي؟ سيارة أربعة سلندر، أربعة سلندر 70 لتر، مشوك 726 كيلو. عسواق صهيب هاي، بس اي عسواق كريم. انا اللي بسوق، لا تقول سواق صهيب، انا اللي قاعد اسوق. طيب كذا يعني انت ما راح تجيب الرقم، مستحيل اجيبه. كريم لانه فجاه بتلاقيه على الصدع سفول البنزين. صناع الجيم جاهز؟ شو نعسان انت؟ هلا بدي اسحب الجيم. ده ما حنلبس اكيد هيك يعني نتمرن. هذا البريك كان عشان صراحة توصل رسالتكم على الانستغرام و وصلت الأسئلة. شكلك تعبان؟ والله تعبان. أعطيني أسوق عنك. تعال أحلى شيء بسمعه بحياتي. اوكي نشحن تليفون. دقيقة بالله أشوف هذا. خلاص أنا بشحن تليفوني. أنا سايق أساسني زعلان ما في شاحن لاسلكي موجود. حط تليفوني بالطريقة اشتغل. والله مزبطينك مو شايفه أنت. على فكرة في شواحن يو اس بي كثير ورا موجود شحن. هلا هون في عندي مدخل شحن بالمقدمة، وجنبه في مدخل يو اس بي عشان الابل كار بلاي، في مدخل 12 فولت. مساحات تخزين جيدة بالسيارة، بس مساحات التخزين بالابواب بكل صراحة كان ممكن تكون اوسع من هيك، ولكن بالكونسول مساحة التخزين موجودة هون ممتازة جدا صراحة، لكن بالابواب ضيقة شوي. هاي تبريد مقاعد وتدفئة مقاعد والقرص لوضعيات القيادة. عندنا كثير وضعيات. سمارت الذكي، ايكو توفير بترول، كومفورت راحة، سبورت العب، شوف الارضيه كيف تغيرت، حلو انه رياضي. وعندك الاخير اللي هي كاستم اللي هي انت بتسويها زي ما بدك. اسمع ارجع على سبورت، شوف كيف صار جوانب الطريق مثل حلبات السباق. واو صهيب صارت المساحه عندك بحر ورا. عمور طب انا شوف بالله تقعد كويس وراي، جرب انا شوف كيف قاعد. ما ادري على فكره انا كثير مرتاح. دقيقه خلنا اصور كاميرتي عشان اشوفه. انا اجري دوب لامسه، مع اني انا مساحتي يعني طول قد ايه عندي انا ما شاء الله. تعرف شو تعرف فرق الطول بيننا كم؟ اوكي حاليا بعتقد عمور وصل لكمية اسئله كويسه من متابعينا حبايبنا، عشان نعرف شو حابين تعرفوا عن الكيا K5 نختبرها مع بعض. طيب كريم في سؤال واصلني، كيف قوه المحركات؟ تمام. بالنسبه لمحركات الكيا K5 حاليا متوفره، بتكلم في السوق الخليجي بشكل عام، الاماراتي بشكل خاص. عندك محرك الاساسي الاربع سلندر سعه 2 لتر، هو الام بي اي، بقوه 152 حصان والعزم 192 نيوتن متر. اما المحرك الاقوى اللي معانا لليوم، محرك الجي دي اي الحقن المباشر للوقود، هذا المحرك سعه 2.5 لتر بقوه 194 حصان والعزم 246 نيوتن متر، كله اربع سلندر. طبعا هذه المحركات الجديده من كيا بتقنيه السمارت ستريم، محركات هدفها الاول اقتصادي والنشاط المنطقي. هلا خلينا نكون واقعيين وصريحين بالنسبه لعزم الماكينه وقوه الماكينه. هل السيارة صاروخية؟ لا، بالأخير هدف السيارة تكون فيها نشاط، تلبي الاحتياجات وتكون اقتصادية. طبعا هاي الأصوات التنبيهية أنا تجاوزت أو في مسار أو في نقطة عمياء، مقرب شوي على قدامي. أوكي ما في مشاكل. فخلونا أنا بصراحة أنا جاي بعمل الاختبار مع بعض. نحن دائما بس نعمل اختبار التسارع
بنخفف وزن قدر الامكان. حاليا نحن 3 أشخاص بالسياره مع معدات التصوير بالصندوق الخلفي اللي هو حجمه 510 لتر، حجم ممتاز جدا. انا بدي اعمل اختبار اليوم على غير العاده. كم وزنك سوي؟ 78. عمور كم وزنك؟ مو فضايح. وزن انت 78؟ انت 103 ما شاء الله. انا وزني تقريبا 87 كيلو. فحنعمل تسارع السيارة حاليا من 0 لـ100 بنحنا 3 أشخاص جوا السيارة مع حمولة، وبعدين شو نعمل؟ ننزل أنا وعمور والأغراض من السيارة. صعب ما أنك أقل واحد وزنا فينا، حتعمل تسارع السيارة من 0 بدون وزن. وأنا بدي أضيف على هذا الاختبار اختبار للبريك. أوكي، الآن حنجرب تسارع. نحنا 3 أشخاص وصندوق فيه معدات سبورت وكاسة قهوة. تراكشن كنترول اوف، ليفت، مكيف شغال، مكيف شغال، كل شيء شغال. خلنا نحط حزامي. فجهز حالك. اوكي بس خلي عمو يحط الحزام لو سمحت. يلا هيا 0 1 2 3. تسارع بعد 40 صار نشط. هي 100. يلا اختبار بريك. تعرفوا شو؟ خلينا ننزل عمور. يلا نسوي اختبار بدون وزن. حنزل العدة وحنزل ونشوف. اوكي الان وقت الاختبار. انا لوحدي بدون حمولة كي 5، كيف التسارع تاعها؟ يلا جاهزين. من الأسئلة اللي تكررت كثير موضوع الراحة والعزل. راح نكون معكم صريحين، احنا حاليا طلعنا على طريق عام شارع الشيخ محمد بن زايد، ماشي صهيب 110 تقريبا. 110 بكل صراحة ومصداقية. فوق ال 100 انت بتسمع صوت هواء من عند الايبلر مثل معظم السيارات، ولكن تحت ال 100 ما عندك فيها اي مشاكل. ولكن كعزل ارضي من الاطارات، السيارة عزلها الارضي ممتاز. على المطبات هي لونها اصفر صغيرة وكذا، السيارة ما بتعطيك ازعاج من اسفل السيارة. وبالنسبة كراحة أنظمة التعليق ورا ساوة، السيارة مريحة. وعمور أنت من ورا كيف؟ أنا عادة الراحة ورا صراحة كسسبنشن كيف؟ كسسبنشن رهيب. قبل شوي جربناها على المطب، يعني صراحة كانت عادي، ما حسيت بأي شيء مزعجني أبدا. تمام، يعني عمور أموره تمام. طيب كمساحة؟ المساحة فنانة صراحة. إذا عمور وسع أموركم كلكم. طيب. شفتوا كم طوله؟ بارك طولك عمور. يعني أنا حسب الطول، يعني شوي دائما بعاني فيه بكل السيارات إنه فوق شوي، يعني طول الحين متعبني، بس إنه عادي يعني. أوكي. مو كثير يعني. أوكي تمام. ايضا في اشياء حاب اتكلم عنها، مثلا بالنسبه لفرش الداخلي، طبعا هذا بيجي على الجي تي لاين، جلد مقاعد كهرباء بالتاكيد. عندك البانوراما موجوده على السياره. في طلب ايضا اجى من اسئله الجمهور، سمعنا صوت البوري او الهرن او الزمور. طالعين زفه الشباب. يلا الشباب الله يديم الافراح. الله يديم الافراح يا رب. طيب عندنا شويه ازرار نتكلم عنها بالسياره. عندنا موضوع حساسات اماميه خلفيه موجوده بالسياره. عندك هذا زر الفيو، هو زر الكاميرات 360 درجه، كاميرا اماميه خلفيه وعلى الجوانب على المرايا. كاميرات جودتها كويسه وفيك تتحكم فيها انه تكون واسعه او ضيقه الكاميرات، تتحكم كاميرا اماميه ولا خلفيه من خلال الشاشه. الهاند بريك او الباركينج بريك الالكتروني مثل هالطريقه، الاوتو هود اللي يمسك الفرامل عند التوقف لفترات قصيره. طبعا نسخه الجي تي لاين بيجي عليها السيرنج بتصميم الدي شيب من اسفل مع بصمه الجي تي لاين. وعلى فكره اذا وضعيات القياده انت بتبدلهم في اختلاف بالستيرنج، مش فقط بالقوه. تمام. الستيرنج بصير اجمد، اجمد بتصير، بعطيك شعور رياضي. اذا تحطها سبورت بصير اكثر السيرنج. خلينا نتغدى وبعدين نكمل شغلنا، شو رايك؟ ان شاء الله. تمام، لانه نتغدى ونتكلم عن شكل خارجي للسياره، لانه حنشوف كيف اجتمع 3 مراكز تصميم ب3 مناطق في العالم عشان يقدموا تصميم كيا كي 5 2021 الجديد كليا. هو الغداء تأخر اليوم شوي، سامحني صوي. طيب نحكي شوي عن شكل خارجي للكي 5. هذا التصميم تبع السيارة تم العمل عليه من مكاتب تصميم كيا في أمريكا، في كوريا، في أوروبا، عشان يوصلوا لهي النتيجة. تصميم مختلف عن باقي المنافسين، تصميم مختلف عن الجيل السابق، وهذا اللي حلو. صرنا نشوف بعض السيارات صار ما يتغير تصميمها كثير مقارنة بالجيل السابق. في الكيا الكي 5 تصميم مختلف، فكيا تستهدف فئة شبابية، فعم نشوف تصميمها شوي حاد، في خطوط قاسية، الإيدي تصميم فخم، شبك عملاق بتصميم التايجر نوز. طبعا عم نشوف موضوع الأمان من ناحية حساسات أمامية، الكاميرا المثبتة أسفل شعار كيا على الشبك من الأعلى،
الكشافات كله LED بالسيارة، LED أكثر عصرية أجمل وبنفس الوقت أقل استهلاك للطاقة وعمر افتراضي طويل. طبعا النسخة اللي معنا نسخة الجي تي لاين، فبيكون عندك الصدمات الأمامية وحتى الخلفية مختلفة مقارنة بالفئات الثانية. ولكن خلينا نحكي إنه السيارة صح التصميم مسألة ذوقية، ولكن فعلا كيا صار كان عندها جرأة شوي بالتصميم، فعملت شيء مختلف بحركة الإضاءة LED الخارجية هاي. فصويب شو رأيك في التصميم؟ أنا أعطيتك الآن الموضوع. أنا والله التصميم صراحة حابه، أنا حاب مقدمة السيارة أكثر من الخلف صراحة. الكيا كي 5 اللي بيشتريها شخص شاب بدور على سيارة يعني شكلها حلو، سيارة عملية فيها أوبشن، كم السعر بمناسبة الأسعار؟ لو ركزنا شوي في التصميم تبع السيارة وقارناها بالجيل السابق، السيارة انخفضت على الأرض أكثر، زاد عرضها، زاد طولها، والشاصي صار أوسع. هذا الشيء أعطاه مساحات داخلية أوسع، وبنفس الوقت أعطى ثبات للسيارة وبرفورمانس أفضل على المنعطفات. فالناس سألت كيف ثبات السيارة أفضل من الجيل السابق، ولكن هل هي سيارة بأداء حلبات؟ لا لا، طولوا بالكم، ولكن ثبات منطقي تبع السيارة، سيارة للفئة تعتها يعني. تمام. من جنب السيارة مبين عليك صويب انتك، من جنب كويس من طرفك مبين بس يعني. طيب نعدل السيارة، خليك قاعد بس شوف الحركة بس. والله حركات ها كيف، بس ما حد يصدق ترى هي خدعة مونتاج. ما يروح حد يصدق شباب هي خدعة مونتاج ترى. أفكروا عن جد بالكيا بتلف بحركة يعني هيك. خبرنا عن الجنوط. جنوط السيارة اللي معانا على نسخة الفول أوبشن تجي 18 إنش، اكيد في جنوط تتوفر بحجم اصغر على الفئات القياسيه 16 او 17 انش. مرايا كهربائيه بالتاكيد، عليها نظام النقطه العمياء ولكن بطريقه مختلفه من ناحيه كاميرات وليس حساسات. نظام الدخول دون مفتاح موجود على السياره. ركز باخر السياره عند السي بيلر صهيب، في عندك الكروم النازل مع انحناء سقف السياره للخلف، عاطي لمسه اذا صارت السياره شبيهه مو بالستينجر، ستينجر جاي تقريبا تصميم الكوبيه السيدان، هاي سيدان ولكن عطت لمسه هاي الكروم. هذا الحلو لمن كيا كشركة كورية استدعت بعض المصممين الألمان قبل عدة سنوات عشان يصمموا هاي السيارة. وصلنا سؤال أيضا ذكرت الآن على عرب جي تي، إن شوي كنا نشوف الأسئلة إنه كيف ارتفاع السيارة عن الأرض وبتضرب المطبات ولا غير ذلك. والله جماعة الخير أنا جربتها صراحة سيارة في شوارع الإمارات، الحمد لله السيارة على المطبات كلها منطقية، ما واجهت أي مشاكل بهذا الموضوع. أنا حبيت كسرات الألوان اللي بالسيارة، لون السيارة مع البيانو بلاك مع الكروم مع الخطوط، يعني بتحس فيها خطوط قوية يعني جانبية. خلينا نشوف السيارة من الخلف، ما في داعي تقوم هنا قاعد خلاص. ها حركاتي بس متعوب عليها والله اليوم، متعوب على الحركات. اوكي السيارة من الخلف طبعا النسخة اللي معاه نسخة الجي تي حكيت، فالصدام الخلفي والبمبر الخلفي يختلف، في عندك مثل فتحتين للعادم، طبعا هذه مو فتحات حقيقية، فتحات وهمية، السيارة ما فيها دبل اكزوست بهالطريقة، ولكن تصميم جي تي لاين نسخة رياضية. لون الأسود اللامع طاغي على السيارة، مثل فتحات جانبية هاي الموجودة على الجنب مع الخطوط قاسية، جناح باللون الأسود اللامع أيضا، وبصمة الكي 5. صراحة أنا حبيت أنه الأضوية الخلفية متصلة بالكامل من اليمين لليسار. هلأ شفناها بعدة سيارات سواء كان كيا أو سيارات من شركات تانية الإضاءة المتصلة، فكيا شو سوت بالكي 5؟ سوت شكلها متصل ولكن هي فعليا إضاءة متقطعة، فصارت هوية للكيا كي 5 أنه الإضاءة متقطعة، فأنت صار فيك تميزها عن باقي أي سيارة تانية في الشارع استخدمت هذه التقنية اللي هي الإضاءة الكاملة. على كل حال السيارة أكيد عليها حساسات خلفية، كاميرا خلفية، صندوق خلفي 510 لتر كحجم حمولة يعتبر ممتاز جدا ضمن هذه الفئة. خلينا نتغدى بعدين نطلع نتوكل عبال ما تغيب الشمس وتشوفوا بعدين كيف كيا كي 5 بالتصوير الليلي وكيف ممشاها في الليل وكيف إضاءتها بكل مكان. كريم دائما معذبنا بالأكل. ليش؟ صحتين وعافية. والله طيب. خفيف، أكلنا مشاوي مع رز. بس بطيئين انتو غبت شمس انتو بتاكلوا. والله انا لسه ماني خلص وجبه. والله سوى ريكورد جديد. انا سريع بالاكل على فكره، هذا شيء مو منيح بس انه يعني احيانا بفيد. على كل حال قبل كل حال تعيد اغير تسوق. تسوق؟ طب ما في مشكله. اوكي انت سوق انا حقعد وراك، انت ريح. يعني انت ما شاء الله اطول واحد فينا، فريح. انا اشوف حاليا مريح اني سايق، اقعد وانت مرتاح. يعني انت مرتاح انا على شوف انا طلع رجلي على اخر ممدوده، فانت دورك سوق انا حوقف احقعد وراك حركه كذا.
كيف بس؟ يلا اسمع انت. على فكره انا بدي اقدم شوي كمان، انت كثير مرتاح كنت. لا انا ريحت قزر، انا بدي اياك تسوق نفس ما كنت تسوق سياره. انت هيك مرتاح على الاخر لو انت لحالك كثير يعني. انا بسوق هيك بالعاده، بس انا صراحه الظاهر بحب يكون مستقيم اكثر. انا طول، فالدكتور دائما نصحني بيقول لي لازم يكون ظهرك مستقيم، مش لازم تكون قاعد ورا. اه للشباب اللي بس انا حاب اسوق السياره اجربها عن جد، بس بالله القهوه دير بالك عليها. ما عليك من قهوتك عمور، خايف على القهوه. انا هاي المهم يا جماعه الخير، انا مرتاح ورا عمور. اوكي شوفوا مسافه الرجل كم عندي تقريبا، اصبيت كامله 5 اصابع اكثر. والله والله لا جد مهندس كلمة. مهندس مسافات صار مهندس مسافات. ها اوكي الحبايب، ما بدنا نطول عليكم. هاي كانت حلقه ثلاثيه انا وكريم وعمور لا كيا كي 5. ردينا على عدد كبير من الاستفسارات اللي وصلتنا لما نزلنا بوست على حساب عرب جي تي على الانستغرام. ان شاء الله نكون ما قصرنا معكم بالمعلومات والاختبارات مع وزن وبدون وزن. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. خلني احكيها انا مره واحده. اوكي احكيها، انا اسف بعتذر منك. يا جماعه الخير لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب كل مكان، نحن معاكم للعالميه باسم العرب مع عرب جي تي. السلام عليكم، في امان الله. اقول صهيب سلام، مع السلامه. يلا نعطيها مع بعض. يلا يلا يلا، واحد اثنين قد. شو يصير بعدها؟ رح يختفوا. اه يطلعوا. اسمع رح تطلع السيارة فاضية، فيش بيعد تمشي لحالك على الشارع.